لو الحكاية فيها إن فيتو دايما بتتعاملي مع أبو هشام. أول حاجة إن أنا بتجنبه وما أفضلش إن أنا أفضل أتكلم معاه في أي حاجة، يعني ما أعرفوش أي حاجة، لأن هو مثلا ممكن ياخد مني الكلام ويوصله لحد تاني، ومعايا بيبقى كويس ومع غيري بيبقى مش كويس. أبو هشام بعمل بنفسه معاملته، هو ده اللي ينفع معاه، عشان ما ينفعش أعامله بوش واحد. وبنبهه بقول له وش واحد ما بعرفش اتعامل بيه، فيجي مثلا اتعامل معايا بلف ودوران، فبفهم التصرفات بتاعته، فبفهم طبيعته اساسا، فما بتعاملش معاه بتجنبه. اولا انا ما بتعاملش مع وشين ولا مع ثلاثه ولا بثلاثه، ولا بتعامل مع واحد بوش واحد بس، لان الوشين ده بيبقى منافق. ابو هشام دوت لا ثمن، ابو هشام دوت بياخد بيبقى مدلس وبيبقى يعني خاين، لان اي حد يبقى ابو هشام ده يبقى خاين ويبقى منافق ويبقى ما تامنوش على اي حاجه. فالانسان لما يجي يتعامل مع حد يتعامل مع حد، يعني في مثل يقول لك ايه، تعرف فلان اعرفه عشرته، لا ما عشرتوش، لا ما بقاش ما اعرفوش. والله في مثل حضرتك بيقول في الوش مرايه وفي القفص اللايه، فدينا بنتعامل، وطالما عارفه ان هو ابو هشام بتعامل معاه على قد نفس طريقته. التجاهل بتتجاهل طريقه عارفه اسلوبه فبتتجاهله، ما بتعاملش معاه. ابو هشام يعني مش هنقطع رقبته، لا ابو هشام لازم نتعامل معاه عشان يصلح من شأنه. لما يبقى منافق ما ده يعتبر على ايه، من ضمن المنافقين ويطبق عليه كلمه منافقين. فاحنا لما نقول لابو هشام النهارده هو ايه كذاب معايا ومع الثاني، ممكن لما اتعامل معاه برضه ممكن يصلح من شأنه. اولا هو خالق في كلامه مضطرب، فانا بالتالي بيظهر شخصيته قدامي مش واضحه، ما بديش اجابات قاطعه، فانا بالتالي ببقى حذر واجابته تبقى على قد سؤاله فقط، ما اقدرش اديله كل المعلومات اللي هو عاوزه يوصل بيها، فانا بالتالي مش هاجب اديله كل معلومات. والله لو حسيت ان هو ابو هشام بتعامل معاه نفس النظام بتاعه، نفس وشين بره كانت عامل معاه.